السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هعمل لكم طريقة عمل القرقيش في البيت بطريقة سهلة وبسيطة. القرقيش بتاعة العيد، كل سنة وانتم طيبين. هنعملها بطريقة احترافية. يلا من الدق علشان مطولش عليكم. اول حاجة معايا 4 كوبايات من الدقيق، كيلو دقيق، عليهم معلقة صغيرة من البيكنج باودر ورشة ملح، 2 كوبايات كبار من السمنة، نص كيلو من السمنة، ومعايا معلقة كبيرة من الخميرة الفورية دوبتهم في شوية مية، وربع كيلو من السمسم وريحة الموز. يلا بينا نشوف. اول حاجة هننزل بمعلقتين سكر على الدقيق والبيكنج باودر والربع كيلو من السمسم، وهننزل بريحة الموز، بتديها ريحة جميلة جدا وطعم جميل هتفرق. وبعد كده هبدأ ادمجهم مع بعض واتاكد ان هما اندمجوا. وبعد كده هنزل بالسوائل. اول حاجه هنزل بالسمنه اللي معانا، هنزل بنفس الطريقه دي وهبدا ادوب فيهم لغايه ما الدقيق يشرب السمنه ودي يختفي معايا خالص. هكمل بنفس الطريقه، هيبقى طعمه جميل جدا معاكم ويبقى مظبوط جدا. ممكن نعجنها بايدنا او باي مضرب عندنا زي ما احنا شايفين. هوريكم بعد ما دي يختفي هنعمل ايه. وبعد كده هبدأ اعجنها بايدي عشان الدقيق يشرب السمنة كويس. هنزل بالخميرة الفورية، الخميرة الفورية دوبتها في شوية مية، وهبدأ اعجن فيها لغاية ما الدقيق يتشرب كل حاجة زي ما احنا شايفين. طريقة سهلة جدا، مش هتاخد معاكم وقت خالص، سهلة ومش بتتخمر، يعني هي مش بتاخد وقت خالص عشان هي مش بتتخمر. بنفردها على طول ونبدأ نشكلها زي ما احنا شايفين. هبدأ ان انا اعجن لغاية ما دي يتشرب كل حاجة حطيناها، السمنة والخميرة الفورية، لازم ندمجها كويس. وبعد كده هكورها زي ما احنا شايفين، وهنسيبها ترتاح لمدة 10 دقايق، مش هنسيبها تخمر، وهنفردها علشان تدنها طرية معانا بنفس القوام ده. هنسيبها ترتاح. ودي العجوة معانا هنا، كيلو من العجوة اللي هنحشي بيه، ممكن ما تحشوش يعني اللي تحبوه اختياري. اول حاجة هنمسك وهنبدأ نفردها ونبدأ نشكلها زي ما احنا شايفين. سبتها خمرت 10 دقايق وهبدأ افرد فيها، وبعد كده هحشيها بالعجوة اللي انا كنت قايلة عليها. العجوة اختياري، انا بحبها تبقى بالعجوة، تبقى طعمها جميل جدا. هبدأ افردها زي ما احنا شايفين وهبدأ اسويها. ممكن تقطعوها باي شكل زي ما احنا شايفين، او ممكن تعملوها بالسكينة لو مش عندكم. هسويها واقطعها بالشكل ده، بيبقى شكله جميل. هبدأ اقطعها ولازم تكون متساوية معايا. وبعد ما سويتها هبدأ اقطع زي ما احنا شايفين طريقة متساوية. لو مش عندكم ممكن تعملوا بالسكينة، هيبقى طعمها جميل وهتطلع معاكم متماسكة وهتبقى دايبة جميلة جدا. ممكن تشربوها مع الفطور مع كوباية شاي زي ما احنا شايفين، تبقى شكلها حلو بالقطاعة دي. هخلص باقي الكمية وارجع لكم. كده بعد ما خلصتها فردتها شكلها جميل جدا،
كملت باقي الكمية. هذه ممكن اعملها بالسكينة تطلع معايا شكلها جميل، تتقطع بسهولة جميلة زي ما احنا شايفين. شايفين من جوه عاملة ازاي، شكلها جميلة جدا. وابدأ اقطع باقي الكمية. وبعد ما اخلص الكمية كلها هرجع لكم. شايفين شكلها عامل ازاي؟ دي اللي انا قطعتها بالسكينة، ودي اللي انا قطعتها بالقطاعة. شايفين بعد ما قطعتها بتبقى شكلها عامل ازاي؟ شكلها جميل، طعمها هيبقى احلى ان شاء الله. يا رب تعجبكم. بعد ما اخلص الكمية كلها هوريكم كده. بعد ما خلصتها عملت معايا كمية كبيرة، من كيلو دقيق 4 كوبايات دقيق عمل معايا كمية كبيرة. دي الصينية التانية كده. بعد ما خرجت من الفرن خدت بالظبط تلت ساعة سوا. شكلها جميل جدا وتفتح النفس زي ما احنا شايفين، شكلها جميل. خدت تلت ساعة في الفرن على درجة حرارة 170 درجة. مش اديتها وش، هي اتحمرت لوحدها. شكلها جميل وبتدوب، طعمها جميل جدا، هتعجبكم. ممكن ناكلها مع كوباية شاي على الفطور، طعمها جميل جدا زي ما احنا شايفين، تفتح النفس ودايبة. هوريكم من جوه عاملة ازاي، شكلها جميل. وريحة الموز اللي احنا حطيناها في القراقيش بتديها ريحة ونكهة جميلة. شايفين من جوه عاملة ازاي، دايبة، مش ناشفة قوي ولا دايبة قوي، طعمها جميل جدا، هتعجبكم. نكهة الموز مش بقدر استغنى عن نكهة الموز، بتديها نكهة حلوة وطعمها جميل جدا. يا رب تجربوها الطريقة دي، المقادير موجودة في كل بيت. عملت معايا كمية كبيرة، دي مش كل الكمية، في باقي كمية ب4 كوبايات دقيق كيلو دقيق. عملت معايا الكمية دي، يا رب تجربوها وتعجبكم. كده يكون خلصنا الفيديو بتاع النهاردة. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتدعمونا بلايك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.